رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما تلبية لرغبات مشتركات قناتي، اليوم عبارة عن وصفة رائعة جدا لسيروم للشعر. هذا السيروم طبيعي 100%، غير مكلف إطلاقا، يمكن استخدامه بشكل يومي لتصفيف الشعر، وهو مكون بمواد طبيعية 100%، آمن للحوامل والمرضعات ولأطفالك سواء بنتك أو للأولاد كذلك، حتى للرجال لسهولة التصفيف. يعمل على ترطيب الشعر، يعالج جفاف الشعر، تقصف الشعر، يحمي الشعر من البرد والعوامل الخارجية حتى أشعة الشمس. هو رائع جدا للشعر الهايش، كذلك يجعل الشعر أكثر صحة وحيوية ونعومة، ويعطي لمعة رهيبة للشعر. نحتاج في هذه الوصفة إلى أولا الألوفيرا، نبتة الألوفيرا دائما رائعة جدا للشعر. هنا نبتة الألوفيرا بديل النبتة الطبيعية هو الألوفيرا المتوفر عند الصيدلية أو العطار، غير متوفر الألوفيرا لدينا بديل آخر وهو جل بذور الكتان. نقوم بغلي بذور الكتان واستخلاص الجال منها واستخدامه في هذا السيروم بنفس الطريقة التي سأقدمها الآن. هذا هو البديل، وأعتقد أن بذور الكتان متوفرة عند الجميع، إنما الألوفيرا يصعب الحصول عليها خاصة النبتة. وكذلك نحتاج لماء الورد. هنا ماء الورد، يمكنك استخدام أي نوع ماء ورد متوفر عندك في البيت. إذا كانت فروة الرأس حساسة لماء الورد، يمكن استخدام الماء المعدني مع ملعقة شاي صغيرة من زيت الورد، وهذا من أجل إعطاء رائحة جميلة لهذا السيروم. ونحتاج كذلك لكبسولات الفيتامين إي. نحتاج لكبسولات الفيتامين إي هنا، هذه الكبسولات خاصة بالشعر، غير متوفر هذا النوع من الكبسولات الخاص بالشعر. يمكن استخدام أي نوع كبسولات فيتامين إي متوفرة عندك في البيت. غير متوفرة عندك كبسولات الفيتامين إي، يمكن تعويضها بزيت جنين القمح، رائع جدا ويحتوي على نسبة كبيرة من هذا الفيتامين. وكذلك نحتاج لحوالي 5 قطرات من زيت الأرغان، غير متوفر زيت الأرغان، يمكن استبداله بزيت اللوز الحلو أو زيت الأفوكادو أو زيت الصبار أو زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند أو زيت كذلك الزيتون، يمكن استخدامه ولكن قطرات فقط. بالنسبة للوصفة المقدمة الآن، هي تناسب جميع أنواع مساميات الشعر وتناسب جميع ألوان الشعر، حتى صاحبات الشعر الأشقر يمكنهم استخدام هذا السيروم وبكل أمان، لن يغير أبدا من لون الشعر.
أولا نقوم بأخذ نبتة الألوفيرا، ننزع دائما 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 قبل استخدام هذه النبتة نقوم بإنزال المادة الصفراء الموجودة على النبتة، دائما نقوم بإنزالها، نتركها من حوالي ساعتين إلى 3 ساعات حتى نتخلص منها كليا، لأننا إذا تركنا هذه المادة ستعمل لنا التهابات على الفروة أو حتى بشرة الوجه. نقوم بنزع الأشواك، لأخذ الجل. رائع جدا هذا السيروم، له فوائد كثيرة سأحاول ذكرها آخر الفيديو. نأخذ مقدار حوالي 3 ورقات من الألوفيرا، جال الألوفيرا، قلت البديل حوالي 4 ملاعق طعام كبيرة من الألوفيرا الموجود عند الصيدلي، أو نأخذ جال بذور الكتان ثم نقوم بطحن كل المكونات بهذا الشكل. نضيف 2 ملاعق طعام كبيرة من ماء الورد، يمكنك كذلك استخدام ماء الورد المحضر في البيت، والطريقة موجودة بالقناة، أو حتى ماء الزهر رائع جدا وله فوائد كثيرة للشعر. ونضيف كبسولة من كبسولات الفيتامين E، إذا كان متوفر لديك الفيتامين إي الموجود في القارورة استخدمي 1/2 ملعقة شاي من هذا الفيتامين. ونضيف قلت زيت الأرغان، وذكرت البدائل حوالي 5 قطرات من زيت الأرغان، ونخلط المكونات مع بعضها البعض. نأخذ قارورة خاصة بالسيروم تكون موجودة عندك، أو أي برطمان يكون معقم من قبل، ونحفظ فيه هذا السيروم. صالح الاستخدام لمدة 3 أشهر إذا قمت بحفظه في الثلاجة في مكان بارد. هذا هو السيروم المتحصل عليه، لاحظي معي جيدا، رائع جدا وقوامه كثيف، طبيعي 100%، ليست له أي أعراض جانبية على الشعر. طريقة استخدام هذا السيروم، طبعا الجميع يعرف أن السيروم يستخدم على شعر مغسول من قبل،
يكون يعني الشعر رطب ليس بالمبلل، وإنما الشعر يكون رطب، نضع قطرات فقط نوزعها على كامل خصلات الشعر. ويمكنك كذلك استخدام هذا السيروم قبل عمل مجفف الشعر قبل السشوار، رائع جدا لحماية شعرك من آثار السشوار. الفيتامين إي هنا دوره فعال في هذا السيروم لشعر لماع، يعطيك شعر لامع ناعم، وكما أنه يقوي لك بصيلات الشعر مانعا تساقطه، كذلك يلعب دورا مهما في نمو الشعيرات مما يمنع جفاف الشعر ويعالج لك مشكلة الشعر التالف. كذلك الفيتامين إي يساعد على التخلص من الشعر المقصف وكذلك يقوي جذوره. يمكنك استبدال زيت قلت الأرغان بزيت جوز الهند أو كذلك زيت الخروع لمن يناسبها زيت الخروع، زيت الجوجوبا كذلك رائع، زيت بذور العنب رائع جدا للشعر، وكذلك يمكن استخدام زيت الخروع قطرات من زيت الخروع مع زيت اللافندر في هذا السيروم، كذلك زيت اللافندر رائع جدا لإعطاء رائحة جميلة للشعر، وزيت الأفوكادو. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.